مساء الخير عليكم. النهاردة عايز اوريكم طريقة فتح فري ام سي بوت على برنامج اوبل على طول قائمة الالعاب مباشرة. دي تلبية لطلب احد المشتركين معايا، هو عايز يفتح قائمة الالعاب على طول. احنا دلوقتي مركبين الميموري كارت اهي في الجهاز، تمام. عايز اقول لكم ان الميموري كارت اللي عنده عليها فري ام سي بوت فانتونا. هنا الفري ام سي بوت اللي عندي اللي هو 1.8 هو نفس الاعدادات، نفس الحاجة اللي هعملها هو هيعملها بالظبط في الفانتونا، تمام. الطريقة واحدة، والقائمة دي بتشمل طبعا ضبط اعدادات كتير. احنا النهاردة هنتكلم على ان برنامج اوبل يظهر اول ما تشغل البلاي على طول، فانه تخش على قائمة الالعاب على طول، تمام. هوريكم دلوقتي الطريقة، خليكم معايا. احنا هنشغل الجهاز اهو. هيظهر لنا الفريم سيبوت اهو، تمام كده. او ظهر الاصدار زي ما انتم شايفين 1.8، 1.8 مع الفريم سيبوت. هو عنده هنا اهو مكان الفريم سيبوت ده هتلاقي مكتوب فانتونا. هو نفس الاعدادات ونفس الضبط اللي هعمله هو هيعمله عنده. احنا بنعمل اول حاجة ان احنا عشان نخلي اوبل يظهر على طول، احنا دلوقتي لو بصينا كده في القايمة براوس، وبعد كده اقول يولانشي وتشيدو لودر، احنا عايزين اوبل ده بدل ما نيجي كده وندوس عليه يظهر على طول. طب هنعمل ايه؟ هنخش على اخر اختيار اللي هو اسمه فري ام سي بوت كونفيجر، ماشي. هو ممكن يبقى عشان عنده الفانتونا هيلاقي كونفيجر فانتونا او فانتونا كونفيجر. المهم يخش على كلمة كونفيجر دي، كونفيجر دي اللي في الاخر، تمام كده، تمام. احنا دلوقتي دخلنا اهو، هندخل اهو فري ام سي بوت كونفيجر. هنا بيقول لك اختار تدوس او او اكس، دوس اللي انت عايزه، بس الحرف اللي هتدوسه هو اللي هيبقى اوكي في التظبيط يعني، تمام. انا هدوس على او اهو. لو انت جيت تحت كده هتلاقي كلمة او هي الاوكي، تمام. دوست اكس هتلاقي هنا اكس هي الاوكي، تمام. طب احنا دلوقتي هنعمل ايه عشان نظبط الاعداد دوت؟ احنا دلوقتي لو بصينا كده هنلاقي القايمة ديت، تمام اهي اهي، تمام. هننزل على الاختيار اللي بعد لود لود لود، دي في ثلاثة لود اهو، اول اختيار بعديهم اهو كونفيجر A1 launch case، أول واحدة، تمام. أول واحدة بعد لود، تمام كده. أنا بقول لك أهو بالظبط عشان ما تتلخبطش، لأن هنا القايمة كبيرة وفيها ضبط كتير، فأنت عايزك تنزل عليها بالظبط، تمام كده. طيب هندوس إكس ولا هندوس أو؟ إحنا قلنا أو إيه هي الأوكي، يبقى هندوس أو. دوسنا أو جات لنا القايمة دي، تمام كده. القايمة اهي، تمام. احنا دلوقتي كل القايمة اللي عندنا دي هنخلينا على اول واحدة زي السهم الموجود كده، تمام، زي السهم الموجود كده بالظبط. اوتو اوتو. طب هتلاقيها مكتوب عندك او اس دي سيز، او اس دي سيز، تمام اهي، او اس دي سيز، تمام اهي، تمام.
طب هنعمل ايه دلوقتي؟ انت عشان تظبط الاعداد لازم تمسح كلمة OSD CSD، لان دي اللي بتفتح على فريم سيبوت على طول. تمام، احنا لو نزلنا تحت كده اهي عشان برضو تبقى فاهم، جنب الاو هتلاقي كلمة حرف الاكس، الاكس بيقول لك كلير، فانا لو دوست اكس كده وجبت فوق كده اهي، طبعا عشان السهم على اوتو، خلي بالك ما تخلوش على اي حاجة تاني، خليه على اوتو. تمام كده، ودوست اكس، ايه اللي هيحصل؟ هنلاقي الكلمة اتمسحت اهي، كلمة اتمسحت. طيب بعد كده احنا هنعمل ايه؟ هنستخدم بقى الاو، لان احنا اخترنا من الاول الاو هي الاوكي، فهقول له او فتح لي كده القايمة دي. طبعا انت عندك الفريم ثبوت على ايه؟ على الميموري كارد، هتختار ام سي زيرو، ام سي زيرو اللي هي عاملاها بالاحمر دي، وهندوس برضو او. تمام، هتلاقي هنا قايم دي بقى الملفات اللي في الميموري كارد. تمام، طب احنا دلوقتي عايزين ننزل فين؟ على كلمة بوت، بوت اهي بوت، لان دي فيها كل الملف ده اللي فيه كل البرامج اللي بصيغة الـ ELF اللي بتفتح، فهندوس عليها كده. احنا عايزين بقى ايه من القايمة دي؟ عايزين open PS2 loader. تمام، هنلاقيها فين؟ رابع واحدة اهي. طبعا كل واحد حسب ما عنده، مش لازم يبقى عندك الترتيب، المهم تختار الكلمة اللي انا بقول لك عليها. تمام كده، هننزل عليها اهي، اهي open بيرس لود، وهندوس برضو او اللي هي اوكي. تمام اهو، تمام. لو رجعنا كده بقى على القايمة جنب اوتو، هنلاقي مكتوب ايه بقى؟ الحاجات اللي احنا اخترناها اهي، ام سي زيرو اول واحدة، ام سي زيرو بوت اوبن بي اس لودر اي الف. تمام، طيب احنا لو سيبناها على كده مش هتعمل حاجة، لازم نعمل ايه بقى؟ هنعمل رجوع، هنعمل رجوع. تمام كده، هنعمل رجوع اهو، الرجوع بايه؟ تحت برضو عشان تبقى انت فاهم اهو. لو احنا دوسنا على المثلث، تدوس مثلث هترجع اهو، تفضل ترجع لغاية ايه؟ الاختيار الاول، تدوس مثلث تاني. تمام اهو، رجعنا ايه على الاختيار الاول. تحت عندك تلاتة سيف اهو، اهو تلاتة سيف اهو، اهو سيف تو ام سي زيرو، دي اللي تهمنا، مالكش دعوة بأي حاجة تاني، سيف تو ام سي زيرو. هننزل عليها اهو، السهم اهو. تمام، وهندوس له او اللي هي اوكي اهي، او اوكي، هندوس او كده، هتلاقي الكلمة اللي فوق دي ظهرت اهي، سيف ام سي سيز كونف فريم سيبوت كون. تمام، انت كده سيفت الاعداد اللي انت عملته عشان الجهاز يقبل وينفذ طلبك. تمام كده، بعد كده بنعمل ايه بقى؟ عايز تطفي الجهاز اطفيه، عايز تعمل تنزل بالسهم كده لغاية بي اس 2 براوس. تمام اهي، لو احنا ده فتحنا المفروض يفتح كده على البي اس 2 براوز ده الفري ام سي بوت، طبعا هو دلوقتي مش هيفتح فري ام سي بوت، هنشوف دلوقتي هيعمل ايه، وهندوس له او ونستنى كده فري ام سي بوت اهي، شوفوا ايه اللي هيجي بعدها. برنامج اوبر على طول،
كده احنا ظبطنا البلاي، اول ما يفتح من الميموري كارت يفتح على اوبل قائمة الالعاب على طول. تمام، انا عشان عندي العاب كتير، تمام، وانا حاطط الالعاب عندي على الهارد، وباذن الله اعمل لكم طريقة تحط الالعاب دي على الهارد مع العاب الوان. ادي قائمة الالعاب اهي، اهي تمام كده. يبقى كده الطريقة نجحت. وعشان على نثبت برضو هنعمل ايه، هنطفي الجهاز تاني اهو، هنطفي الجهاز تاني وهنشغله من جديد ونشوف هيعمل ايه برضو اهو. شوفوا هيعمل ايه بقى، هيفتح الفريم سي بوت. ايوه تمام. بعد كده هيعمل ايه لوحده اوتوماتيك. دخل برضو على الاوضه. تمام. ودي كانت طريقه ضبط الاعداد فري ام سي بوت عشان يفتح على برنامج اوبل قائمه الالعاب على طول. تمام، اتمنى ان الفيديو ده يكون سهل على الصديق اللي طلب الطلب دوت، وكمان ليك كلكم اللي عايز نفس الاجراء كده اهو. انا بس عايز اقول لكم على حاجة، ان انا قناتي كده مش لسه مش مفعلة، لان الاشتراكات لسه ما وصلتش لألف مشترك. وصدقوني انا بجتهد معاكم وبحاول يعني اجاوب على كل اسئلتكم على قد ما اقدر، عشان اللي عنده مشكلة تتحل بإذن الله. بس انا نفسي يعني ان انتوا تساعدوني برضو ونكمل الالف مشترك عشان القناة تستمر واقدر افيدكم بحاجات اكتر. تمام، وفي فيديوهات حلوة قوي انا شايلها لكم، بس انا مش قادر اعمل دلوقتي لاني انا مش شايف نتيجة. فمعلش مش هينفع احرق الفيديوهات الكويسة يعني، وانا لسه ما كملتش عدد المشتركين. فارجوكم يعني ساعدوا معايا في الحكاية دي. وعندكم في القايمة جنب كلمة اشتراك في كلمة انضمام، ممكن تشجعوني بأي منشن موجود برضو، تشجعوا القناة بيها وتدعموها مني. وفي اشتراك يعني يا ريت تدوسوا على كلمة انضمام دي وتشوفوا الحاجات الموجودة ايه، وتشجعوني بأي رسمة موجودة، هتلاقوا رسومات موجودة. فانت حسب الفيديو ما عجبك وحسب ما انت رضيت عنه بتديني يعني زي تقييم ودعم، فاهمني. وانا برضو متشكر ليكو ولكل متابعيني، ومتشكر بالناس اللي بتشكرني. وبس زي ما قلت لكم كده، يا ريت نكمل 1000 مشترك عشان تستمر القناة واقدر افيدكم بفيديوهات كتيرة جميلة بإذن الله. وكل مشكلة بإذن الله احلها لكم، ومستني تعليقاتكم، ومستني اي حاجة يعني عاملة مشكلة معاكم تبعتولي في التعليقات. وياريت تعملولي اعجاب، لان برضو مبلاقيش اعجاب كتير، المشاهدات هي اللي كتير بس من غير جدول، ان مفيهاش اشتراكات ياما ومفيهاش اعجاب ياما ومفيهاش منشن انضمام. ف انا سايب لكم بقى الحكايه دي، وانتوا تقدروا برضو تحركوا معايا الدنيا. وكل سنه وانتوا طيبين، وانتظروني في فيديو قادم ان شاء الله اعمله لكم ويعجبكم باذن الله، واحل مشاكلكم كلها بقدر المستطاع. يلا سلام.